تصدر الإعلامي الرياضي أحمد شوبير ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار المتحدة بوقف برنامجه على أون سبورت. فما هي التطورات حتى الآن؟ وما صلة وقف البرنامج بوفاة اللاعب أحمد رفعت؟ القصة الكاملة في تغطيتنا. أعلنت الشركة المتحدة وقف برنامج أحمد شوبير، وذلك لما صدر منه من تصرفات وصفتها الشركة المتحدة المنتجة للبرنامج بإثارة الرأي العام، وأيضا عدم التزامه بالسياسة التحريرية للبرنامج، حينما صرح قائلا: نحن في وقت الأفلام والمزايدات على الحزن، قائلا: حتى الحزن مش بتعرف نحزنه، وأخذ اللقطة والترند. وسبب هذا التصريح الذي أكد فيه على دعمه للاعبة منتخب مصر شهد سعيد، والتي تسببت عمدا في إصابة زميلتها، وهو الفيديو الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وكان أيضا شوبير قد أثار الرأي العام في تصريحات قديمة أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشرها بعد وفاة أحمد رفعت. تحدث فيها شوبير عن تعاطي الراحل أحمد رفعت للمنشطات فور سقوطه للمرة الأولى أمام الاتحاد السكندرية. وقال شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: كان يجب على الاتحاد المصري عدم إيقاف اللاعبة، خاصة بعد أن أوضح محمد إبراهيم المدير الفني للدرجات أن إصابة اللاعبة كانت حادثة عرضية وليست متعمدة. وكشف مصدر مسؤول في مجموعة قنوات وراديو أون سبورت عن مصير البرنامج الإذاعي بعد وقفه. وقال في تصريحات خاصة جاءت لصدى البلد إن المتحدة أنهت التعاقد تماما مع شوبير، وبالتالي وقف جميع برامجه سواء كانت على التلفاز أو الراديو، مشيرا إلى أن برنامج ملعب أون سيقدمه طوال أيام الأسبوع الإعلامي سيف زاهر. مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرر بالإجماع وقف البرنامج الذي يقدمه أحمد شوبير، ووفقا لتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورا، حيث إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة هو أمر غير مقبول. فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها، وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة، حرصاً على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق. كما أكدت الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادر إعلامية مهنية تحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها. مشاهدينا، هذه كانت آخر التصريحات التي لدى الشركة المتحدة بخصوص برنامج الإعلامي أحمد شوبير، وبخصوص الموقف وحسم الموقف وإذاعة الإعلامي سيف زاهر للبرنامج. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.